اخر فقراتنا النهارده في مصر جميله، شويه فن، وبيسعدنا ان احنا نلتقي مع المطرب عبد الحليم محمد. صباح الخير، اهلا بيك. معانا عازف العود محمد سليم، صباح الخير واهلا وسهلا، وعازف الارج جون عماد، صباح الخير ومنورنا يا شباب، واهلا بيكم معانا. اهلا بيك. اعتقد ان احنا للاسف الشديد وقتنا ضيق، فندخل على طول في الموضوع ونبدا على طول. ماشي، ممكن نسمع حاجه انا بهديها لوالدي في المقام الاول، هو من ضباط القوات المسلحه، فاحنا هنقول حاجه اسمها عبد الودود للشيخ امام. فاحنا ممكن نبدا بيها على طول. اتفضل. يلا. واه يا عبد الودود، يا رابس على الحدود ومحافظ على النظام، كيفك يا واد صحيح؟ عسى الله تكون مليح وراكب للامام، امك عادي دعي ليك وعاد سلم عليك وتقول بعد السلام، خليك دادع لابوك ليقولوا منين دابوك ويمسخوا الكلام. وهي يا عبد الودود هقولك وانت خابر، كل القضية عاد ولسه دم خايك ما شرباش التراب، هقولك وانت خابر كل القضية عاد ولسه دم خايك ما شرباش التراب، حسك عينك تزحزح يدك عن الزينات، خليك يا عبد رابس لساعة الحساب. آن الآوان يا ولدي ما عاد إلا المعاد، تنفض الشركة واصل وينزاحوا الكلاب. آن الآوان يا ولدي ما عاد إلا المعاد، تنفض الشركة واصل وينزاحوا الكلاب. إن كنت واد أبوك تدب لي طار أخوك، والأهل بلغوك جميعا السلام. وهي يا عبد الودود كيفك وكيف زمايلك؟ عسى الله طيبين، خالك زناتي دايلك ضمن المتطوعين، واختك تطلع يوماتي عالمستشفى القديمة، حاكم عيمرنوها في العركة تكون حكيمة، واختك تطلع يوماتي عالمستشفى القديمة، حاكم عيمرنوها في العركة تكون حكيمة، ومحمد موافي يتعلم المطافي، ويجلك شدة عزمك ويجلك العوافي، ومن هنا القرايب والعيلة والعيال عيكلغوك سلامهم والتمة الردال. وآخر الكلام هنقول لك في الختام، الله يصون بلدنا ويحروس الولاد، والدك حسن محارب غفير برج الحمام. الله. طيب اعتقد ان محمد كمان عندك، عايز نسمع صوتك. اتفضل. يلا. Thank you.
حب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وجموع. ليه بيقولوا الحب قاسية؟ ليه بيقولوا شجن ودموع؟ أول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح ودموع. افرح واملى الدنيا أمالي أنا ولا أنت أنا عشق تاني. افرح واملى الدنيا أمالي أنا ولا أنت أنا عشق تاني. أول مرة أول مرة. برافو. طيب سريعا، انتوا جروب مع بعض بتشتغلوا دايما مع بعض ولا اصحاب؟ احنا اصحاب يعني، احنا في الاول احنا اصحاب. اتعرفت على محمد من سنتين، كنا في حفله، وتعرفت على جون في الجامعه، كان عندنا حفله في الجامعه هو كان جاي يعزف بس، وبدانا اصحاب. بدانا بقى نطلع بعض حفلات، حلقات مثلا تلفزيون بتاع كده. طب هي احنا طبعا بنتمنى لكم كل التوفيق. احنا وقتنا انتهى، بس احنا هنختم على اغنيه منك، فاسمح لي ان انا اختم مع كده المشاهدين، وبعدين نسيب لك بقى الساحه تسمعنا اللي انت هتختار. نشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا، وبكره ان شاء الله اللقاء يتجدد ومصر. يا لا لا ويا لا لا يا ليل يا عين، ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل. مغرم مغرم أنا بيك على طول، وانا صابر صبري في هوايا دالي. ويا لا لا ويا لا لا يا ليل يا عين، ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل. مغرم مغرم انا بيك على طول، وانا صابر صبري.